السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. هذه عندنا استعراض الصندوق ومراجعة كم تأخذ وقت غليان، ونوريكم صبتها اللي هي غلاية MHW. فتجينا بالكرتون هذا طبعا خذ التوصيل خلال أسبوع، ما علينا. طبعا هذه يجيك مع الكتيب وجدا بسيطة. بسم الله. هذه الغلاية ان شاء الله، شوفوا العنق حقه جميل جدا جدا جميل. هذا شكله طبعا قاعدته، وهذه القاعدة. ما بقي شيء بالكرتون خلاص. بسم الله. طبعا الشركة مثل ما قلنا لكم غنية عن التعريف، جميع منتجاتها. هذه غلاية تيجي طبعا 600 ملي. طيب تشغل مبدئي، تشغل أولي، شوف كم تاخذ وقت، شوف صبتها شلون. بس والله مبدئيا عجبتها. تمنيت بس حاجة واحدة، تمنيت ان الشعر هذا يكون من هنا. طبعا هذه قاعدتها مربعة. طبعا مبدئيا انا بحكم اني جربت التيمور وجربت البروستا، جربت الفيلو عند الشباب، يعني مقاربات لك حجم قاعدة. قرع بينها موية عشان نسوي عملية مثل ما تقول جديد، فلازم تمشي موية. طبعا مبدئيا انتقل اشوف بشبك مقاربة بس مو نفس شبك غلاية التيمور. طبعا هي قاعدته، ترفع الحرارة وتنزل الحرارة. طيب الآن نبي نسوي له، نشوف ايه بهرب له. اتوقع تيمور ما بهرب له. جميل، مبدئيا جميل الصراحة الغلاية. الحين نشغل لكم وقت الميزان ونشوف كم تاخذ وقت وهي باردة، من أدنى درجة إلى أعلى درجة. طبعا بحطه 90 مدامة تشغيل مبدئي. طبعا فهم مثل ما تقول هذا اللي نقيد درجة الحرارة، فخلاص أنا بثبت على 98 مدامة تشغيل أولي. بسم الله. خلاص من تحطه تبدأ هي تلقائيا تشتغل حسب وقت. خلاص شوف كم تاخذ وقت بالضبط. هي مبدئيا هي تيجي 600 ملي مثل ما قلنا لكم، 1200 واط. يعني هذه اللي بيسأل كم ملي وكم واط، 1200 600 ملي. في ناس تقول تاخذ 800. يعني طبعا خذت 3 دقائق و39 ثانية. طيب خلنا نشيله، خلنا نقول بعد 10 ثواني. اشبهوا على قال 1 2 اصبر. ترجع بنفس درجة الحرارة، ما يحتاج نفس البروستا يعني ترجع. طيب لو غيرنا درجة الحرارة مثلا خليناه 90، وما نبي وما احنا ضغطين الزر، نشوف يصير. لو هي 88 مثلا، ما يصير شيء. نقطة إذا شفتوا العلامة اللي فوق قاعد تشير، معناته خلاص حنا وقفنا الغلاية. حنا وقفنا الغلاية، ما نبي تسخن أو ما نبي نثبت على 88 مثلا. إذا حنا نبي نرجع ولا نبي نخليه توقف، مجرد ما تضغط ضغطة واحدة تنزل 86 ترجع 88 اللي حنا محددينها. شلون رجعت سخنت. نقطة إذا شفتوا العلامة اللي فوق قاعد تشير، معناته خلاص حنا وقفنا الغلاية.
احنا وقفنا القلاية ما نبي تسخن او ما نبي نثبتها على 88 مثلا، اذا احنا نبي نرجع ولا نبي نخليه يتوقف، مجرد ما تضغط ضغطة واحدة تنزل 86 ترجع 88 اللي حنا محددينها، شلون رجعت سخنت. طيب الحين انا بوريكم مدى الصب، هذا على شيء وهذا اقل شيء، طبعا على شيء يعتبر يعني منخفض نوعا ما وبس انتهينا، يعني ما يبي له اي معلومات اضافيه. طبعا معلومه بس عشان تكونون بالصوره، غلايه طلبتها من علي اكسبرس، اخذت التوصيل تقريبا 8 ايام، طلعت علي مع التوصيل مع الضريبه اللي انا دفعتها 290 295 ريال صراحه، غلايه بهالعملاقه والعملاقه هذه بالسعر هذا صراحه يعتبر طيب جدا. فباذن الله ان شاء الله اذا العرض لحد الان موجود نبي نشارككم اياه. حاجه حلوه لاحظت انا، خليتها كم دقيقه بس طفت من نفسها، يعني وضعيه في وضعيه امان. انا الان عرفت سالفه العلامه هذه معناتها تثبيت حراره، فلما انا بثبتها على 88 خلاص تكون هذه شغاله معي، ولكن يوم طفيتها كانت 88 ونزلت لا إرادي أو تلقائيا نزلت. طبعا هي تشيل تقريبا 800، طبعا إلى حد الماكس 600 ملي، ولكن لو زدنا شوي في النازوت تشيل أنا إلى 800 ويعتبر كويس. طبعا عندي بروستا ما شاء الله له 3 سنين ومستحيل إني راح أفرط ما شاء الله، أخلي يعني يوم هنا ويوم هنا ولا أيام هنا ويوم عليا سفريات، بس هذه يعني حبيت إني أقتني واحدة زي، فهي تجي تقريبا 800 ملي إذا فللنا، ولكن إلى حد الماكس تعتبر 600. خلاص بكرة بإذن الله سوي من أول، طبعا هذه السنابة تنزل يوم الأحد وحنا يوم السبت، فإن شاء الله بنسوي منه كوب الفطور. أخوان أنا وش خلاني أتكلم عن الغلاية، أولا سعرا، ثانيا شركة يعني معروفة، ثالثا مواصفات واستخدام، يعني بنص سعر بعض الغلايات، مو يعني انك لا تشتري غلايات هذيك، لا بشتري، بس يعني اذا انت واحد معك حدود ميزانيه معينه عندك الاكسبرس وشركة MHW اتعدى اذا انت توك، يعني هذه يمكن لك كل العمر عادي، بعدين عاد اشتري الغلايات ما عندك اي مشكله، لكن توك بعدي 226 زائد 38 ضريبه كله 260 غلاية بهالحجم والسهولة، أنا أعتبرها يعني يا بلاش. المهم غلاية من علي اكسبرس، سعرها مع العروض، هي ينزل عليها عرض كل فترة، فبإذن الله من صيد عرض حلو نبي ننزله لك. متوقع أن العرض لحد الآن ساري هناك بالموقع.